السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر، وخلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري المغربي البطولة المغربية الاحترافية الأولى إينويا، ترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم، الأحد 3/7/2022 في الجولة 8 الجولة 30 الأخيرة من الدوري المغربي. متابعين الكرام، أول مرة زرنا في القناة انزل اشترك في القناة وضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، مكتوب عليه اشتراك وسبسكرايب، واعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعين الكرام، اليوم كان عندنا مباراتين في الجولة 30 الأخيرة. سريع واتزام خسر من الدفاع الحسن الجدي 0-1، أحرز هدف الدفاع مسعود جمعة من ضربة جزاء في الدقيقة 24. شباب المحمدية خسر من مولودية وجدة 0-3، أحرز هدف مولودية وجدة ياسين لابهيري في الدقيقة 15 ولامين دياكايتي في الدقيقة 25 وياسين لابهيري في الدقيقة 80. متابعين الكرام، بالنسبة للمباريات السابقة في هذه الجولة، المغرب الفاسي كان فاز، تعادل امام الرجاء 0-0، والجيش الملكي كان فاز على اولمبيك خريبكا 1-0، احرز الهدف رضا سليم من ضربه جزاء. نهضه بركان، لا دي بقى مباريات في الجوله 29. ده كده احنا اتكلمنا عن مباريات الجوله 30. عندنا بقى بكره باذن الله تعالى، عندنا الاثنين 4 يوليو الوداد هيلعب امام الفتح الرباطي، اولمبيك اسف هيلعب امام شباب السوالم، ويوسف برشيد امام نهضه بركان. توقع مباراه الوداد امام الفتح ويوسف برشيد امام نهضه بركان، وحسنية أكادير لعب أمام طنجة بإذن الله تعالى، اتحاد طنجة يوم الثلاثاء 5 يوليو. طيب متابعين الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب الفرق وترتيب الهدافين. متابعين الكرام، بطل الدوري المغربي البطولة الاحترافية هو الوداد الرياضي المركز الأول ب 63 نقطة ولسه ما لعبش مباراته. الرجاء في المركز الثاني ب 60 نقطة من 30 مباراة، وهما الاثنين الرجاء والوداد تأهلوا إلى دوري أبطال أفريقيا. الجيش الملكي المركز الثالث ب 48 نقطة، والمغرب الفاسي المركز الرابع ب 45 نقطة، وهما الاثنين تأهلوا الى الكونفدراليه الافريقيه. الفتح الرباطي المركز الخامس ب 40 نقطه وتاهل الى طبعا لحظه واحده، دلوقتي احنا عندنا المغرب الفاسي والجيش الملكي، هما الاثنين رسميا تاهلوا الكونفدراليه خلاص. وعندنا الفتح الرباطي بقى هو في المركز الخامس بس لسه له مباراه، كذلك الدفاع الحسن الجديد المركز السادس ولعب، يبقى كده تقدر تقول الفتح الرباطي يا جماعه هو المركز الخامس وتاهل لدوري ابطال العرب او اللي هي البطوله العربيه، دوري ابطال العرب. في المركز الخامس ب 40 نقطة، الدفاع الحسن الجديد المركز السادس ب 38 نقطة، نهضة بركان المركز السابع برصيد 38 نقطة، أولمبيك أسف المركز الثامن ب 38 نقطة، أولمبيك خريبكا المركز التاسع ب 36 نقطة. متابعين الكرام، شباب السوالم الرياض المركز العاشر ب 35 نقطة، شباب المحمدية المركز 11 ب 34 نقطة، مولودية وجدة المركز 12 برصيد 33 نقطة. حسنية أكادير المركز 13 ب 33 نقطة، اتحاد طنجة المركز 14 ب 32 نقطة، سريع واتزام المركز 15 ب 29 نقطة، ويوسفية برشيد المركز 16 ب 26 نقطة. كده سريع واتزام ويوسفية برشيد نزلوا للقسم الثاني من البطولة الاحترافية. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين متابعين الكرام، غيم بنز لاعب الوداد المركز الاول ب 16 هدف، المركز الثاني اكسل مياي لاعب اتحاد طنجه ب 12 هدف، والمركز الثالث ليمين دياكايت لاعب مولوديه وجده ب 11 هدف، والمركز الرابع يوسف مهري لاعب حسنيه اكادير ب 9 اهداف، وتشادراك لوكومبي لاعب نهضه بركان، واسماعيل خفي لاعب الجيش الملكي، وكابيلو سكان انغي لاعب اولمبيك خريبكا، ومحسن متولي لاعب الرجاء. وعندنا بعد كده اكتر من لاعب عندهم 8 اهداف و7 اهداف. اشترك القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.